هل يجوز للرجل أن يدخل على عمته في بيتها إذا كانت مع بناتها فقط، أم يشترط أن يكون معهم محرم كالأب أو الأخ؟ هل يجوز للرجل أن يدخل على عمته في بيتها إذا كانت مع بناتها فقط، أم يشترط أن يكون معهم محرم كالأب أو الأخ؟ لا بأس أنه يدخل، لكن يتحجبنا، النساء التي ليسن من محارمه يتحجبن ويدخل على عمته أو قريبته، ويتحجب من عندها من النساء التي ليسن من محارمه.